تأتي هذه التطورات وسط تواصل العد التنازلي لإجراء واحدة من أهم الانتخابات في البلاد، وهنا نذكر بتبقي 30 يوما على الانتخابات المقبلة وفتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين. المنتسبون، النزلاء، النازحون سيصوتون في 8 من الشهر المقبل وليس في 10. الناخبون عامة سيدلون بأصواتهم في 10 من تشرين الأول المقبل. وكذلك من ناحية المفوضية فهي تؤكد جاهزيتها لإتمام الانتخابات المقبلة. أتلفت المفوضية بطاقات قصيرة الأمد لم يتسلمها أصحابها. الحكومة تدعم متطلبات المفوضية لإنجاح الانتخابات المقبلة.